هل من المقبول ابو تركي انه مثلا يستبعد اسم فقط لجاهزيه لياقيه او جاهزيه بدنيه من قبل المدرب؟ لانه تقريبا 11 يوم اللي هي اخر مباراه امام كرواتيا يجب ان تعلن الاسماء على الاقل من ال 33 او 34 لاعب اللي موجودين، لازم يصفى 26. وبعيدا عن العواطف، ولا اعتقد ان السيد هارفي بهالخبره الكبيره انه يهمه الجاهزيه، يعني كلنا يتمنى انه يمثل المنتخب، ولكن احنا مصلحه الوطن فوق كل شيء. الاكثر جاهزيه، الافضل جاهزيه هو الاجدر المشاركه، حتى لو لاعب تو مستدعى، فلانه هذا منتخب ما فيها، يعني انا ما قاعد احضر دوره خليج او كذا، مع كامل تقدير واحترامي هذا كاس عالم، المفروض العدد النهائي يكون بنسبة 85 إلى 90% جاهزين. لكن المصاب وأصبر عليه وبيلعب مباراة ثانية، لا، بعدين ما عندنا ذاك النجم اللي يستحق أنك تضمه وتقولك والله ما يلعب إلا المباراة الثانية أو الثالثة. فالمفترض أنه نركز على الجاهزية، وهذا ما هو تدخل، هذا المنطق يقول لك ابحث عن اللاعب الجاهز وامنحه الثقة، واللاعب اللي ما يستسع إصابته أو لياقته إن شاء الله الفرصة لهم يعني في المشاركات القادمة.